هو نوع مميز من الحشرات، تندرج ضمن المخلوقات التي تسمى بالأحياء المضيئة، إذ إنها تتميز بقدرتها الخاصة على الإضاءة ليلاً، بحيث يصبح تميزها في عز الظلام سهلاً جداً. مرحباً بكم على قناة Arabic Geographic، وهي بنا نستكشف المزيد من المعلومات عن هذا النوع المميز من الحشرات. وقبل ذلك لا تنسى الضغط على زر الاشتراك إذا كنت لازلت لم تشترك معنا في القناة. الحشرات المضيئة هي تلك الحشرات التي تستطيع إصدار الضوء من جسمها من دون مساعدة خارجية، حيث يوجد في الطبيعة العديد من أنواع الحشرات التي تتميز عن غيرها بقدرتها المميزة على إصدار الضوء والإضاءة، ويطلق على هذا النوع من الكائنات اسم الأحياء المضيئة. ومعظم الحشرات المضيئة هي من الحشرات التي تستطيع الطيران ليلاً، وتعتبر الخنافس هي أهم وأكبر مجموعة لهذه الحشرات المضيئة، إذ أنها تحتوي على مجموعة أعضاء متطورة لأجل توليد الضوء. ومن جهة أخرى، تمكنت العديد من الحشرات من تطوير أعضاء ضوئية خاصة بها، وذلك لأجل إنتاج الضوء، بحيث أنه عادة ما تنشأ هذه الأعضاء المضيئة بشكل عام من الأجسام الدهنية. أما هذه الأعضاء فهي غالبا توجد إما على الرأس أو الصدر أو البطن، أو في منطقتين معا من الجسم. إذن كيف تصدر هذه الحشرات الضوء؟ الجواب هو أن بعض الحشرات تستطيع إصدار الضوء في الليل، بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة، وذلك عن طريق استخدام مواد كيميائية تسمى لوسفيرين. وهذه المواد الكيميائية توجد في داخل خلايا جسم الحشرة، وبسبب تفاعل هذه المواد الكيميائية مع بعضها وتفاعلها أيضا مع الأكسجين الذي يدخل جسد الحشرة، يشع الضوء من أجساد هذه الحشرات. من جهة أخرى، وإذا كانت هذه الحشرات تضيء ليلا فهذا ليس من قبيل الصدفة الطبيعية أو اعتباطا، بل إن أسبابا محددة هي التي تجعل هذه الحشرات تضيء. ومن أهم هذه الأسباب أن هذه الحشرات في الكثير من الأحيان تستعمل الإضاءة ليلا كشارة للتزاوج، بحيث أن الإضاءة في الليل تساعدها على جذب وتجميع أفراد كثر من نفس النوع إناثا وذكور. يحدث ذلك غالبا لغرض توفير فرصة أكبر لأجل التزاوج، خاصة وأن إضاءة الذكور مختلفة عن نوع إضاءة الإناث، وأيضا تستعمل هذه الإضاءة لأجل الافتراس، إذ أن العديد من أنواع الحشرات قد تستعمل ضوءها فقط كفخ لأجل جذب حشرات أخرى، وذلك حتى تصطادها وتفترسها وبالتالي تتغذى عليها. وكذلك تستعمل الحشرات المضيئة ضوءها لأجل الدفاع عن نفسها، حيث تستخدم ضوئها كوسيلة لتخويف من يحاول افتراسها وبالتالي الدفاع عن نفسها. ومن أشهر الأمثلة على الحشرات المضيئة التي تستخدم ضوءها لأجل الدفاع عن نفسها ضد هجمات المفترسين هي ديدان السكك الحديدية. وتوجد في الطبيعة ثلاثة أنواع كبرى من الحشرات المضيئة، وهي المجموعة الأولى وهي اليرقات الصغيرة، وهذا النوع من الحشرات يتواجد خاصة في كهوف مدينة ويتومو المتواجدة في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، حيث اشتهرت هذه الكهوف منذ سنوات طويلة بتواجد أنواع نادرة من اليرقات المضيئة فيها، والتي تصدر ضوءا فسفوريا، وذلك من أجل البحث عن الطعام في تلك الكهوف المظلمة، إذ أنها تتغذى غالبا على حشرات أخرى لا فقارية. المجموعة الثانية وهي الخنافس المضيئة واليرعات، وهذا النوع من الحشرات ينتمي إلى عائلة الخنافس، يوجد بها حوالي 2000 نوع منتشر في العالم، وعادة هي تعيش في الغابات والمناطق الاستوائية الحارة. أما المجموعة الثالثة من الحشرات المضيئة فهي تنتمي إلى جنس الصراصير، والذي يعيش غالبا في غابات وسط وجنوب أمريكا. يتكون جسم الحشرات المضيئة من ثلاثة مناطق رئيسية، وهي الرأس، وهو يوجد في المنطقة الأمامية من جسم الحشرة المضيئة، وهو يتكون من زوجين من الأعين المركبة وزوجا من قرون الاستشعار، وأيضا الفم الذي تستخدمه هذه الحشرات لأجل افتراس الحشرات الأخرى الأصغر منها حجما. المنطقة الثانية وهي الصدر، يتكون من ثلاث حلقات، بحيث تحمل كل حلقة زوجا من أرجل المشي، فيما تحمل الحلقة الثانية والثالثة زوجين من الأجنحة. المنطقة الثالثة وهي البطن،
وهي المنطقة الأخيرة للحشرات المضيئة، وهي تتكون من 11 حلقة. أما فيما يخص التزاوج بين جنسي الحشرات المضيئة، فهو يحصل في فصل الصيف ليلاً، إذ تضع الأنثى بيضها في التربة، وبعد 4 أسابيع يفقس هذا البيض، وتخرج منه اليرقات التي تصبح تتغذى على الحشرات الأصغر منها الموجودة في التربة. تقضي هذه اليرقات فصلي الخريف والشتاء، وهي تدفن نفسها في التربة، وبعد مرور 2 عامين، وعند بداية الصيف، تتحول هذه اليرقات إلى حشرات مضيئة كاملة. ختاماً، نتمنى أن معلوماتنا اليوم في هذا الفيديو كانت مفيدة لكم، وإذا استحسنتم الفيديو، لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.